أساس شغلهم عملية دعائية لصالح النظام السوري، والدليل أنه أي جمعية إنسانية أو إغاثية ما بتلعب دور تعريف الجمهور الفرنسي لوجهة نظر طرف من أطراف النزاعات في أي منطقة. الجمعية يأتي أساساً من أعضاء الجبهة الوطنية أو التجمع الوطني اليمين المتطرف الفرنسي، يأتي أيضاً من خبراء رجال أعمال في الداخل السوري مرتبطين بالسلطة. أيضاً محاولة لحرف الأذهان أو الأنظار عن المشاكل البنيوية والتركيز على مواضيع الخطر على مسيحيي المشرق، تعرض مسيحيي المشرق للإبادة، وهناك نوع من التقرب من جمهور اليمين المتطرف، مما يؤدي إلى أن الدولة الفرنسية تغض النظر حتى الآن